صلاة الآيات، آيات يعني شنو؟ آيات جمع آية، الآية يعني علامة، العلامة يعني علامة غضب الله سبحانه وتعالى، صلاة علامات غضب الله. شنو الآيات؟ خسوف القمر سبب الصلاة، كسوف الشمس سبب الصلاة، الزلزلة سبب الصلاة، البلاد الجبلية يكون فيها زلازل، أحيانا البلاد البحرية يصير فيها زلازل ها لما فيها جبل، السفوح سفوح الجبال يصير فيها زلازل، جبال وسفوح الجبال وما أشبه. أما الأراضي الشاسعة الواسعة ما يصير فيها زلازل إلا نادرا، وسبب الزلازل هي تحرك الجبل غالبا، يعني انفجارات يصير في داخل الأرض وهذه الانفجارات تقحر على الجبال والجبال تسبب تحرك الأراضي المجاورة، هذه السبب الظاهرة والطبيعية لها. أما واقعها غضب الله كما ذكرنا. الرياح الحمراء والسوداء والصفراء هذه أيضا تسبب الصلاة، وتسبب الصلاة أيضا الهدة، بلاد اللي فيها جبال أحيانا في الجبل بطوله يقع، هذا يسمى هدة، هذا أيضا يسبب الصلاة. الصيحة، الصيحة أحيانا الإنسان يسمع فرد صياح هائل في الجو، مو برق ورعد لا، وإنما صياح هائل في الجو يسمع، أحيانا يصير هذا الشيء، هذا أيضا يسبب صلاة الآيات. وهذه الصلاة قلنا مثل صلاة الظهر ومثل صلاة العصر ومثل صلاة المغرب والعشاء والصبح، واجبة على كل رجل وامرأة بلغ البلوغ الشرعي. وإذا في أول شبابكم ما كنتوا تصلوها لازم تقضوها، يعني فرضاً الآن عمري أنا 30 سنة، أنا هالسنتين 3 سنوات جاء أصلي صلاة الآيات، السابق ما كنت أصليها، الآن يجب علي أن أقضيها. وإذا في عائلة الإنسان نساء بنات أولاد ما يعلمون هذا الشيء، يجب على الإنسان أن يعلمهم.